معانا دلوقتي الأستاذ محمد عبد العظيم الناقد الرياضي والمتخصص في شؤون الكرة الإفريقية. أستاذ محمد صباح الخير. صباح الخير عليك يا سيدي، ومساء الخير بقى، احنا خلاص في الليل اهم فعلا. لا دي احنا صباح دلوقتي يا راجل خلاص. بالظبط. انت عامل ايه؟ الحمد لله، انت اخبارك دايما ان شاء الله خير، الحمد لله بخير. خير؟ خلاص يا محمد، افريقيا ستقيم بطولتها. خلاص، يعني احنا شفنا الاجتماع او الزيارة لباتريس موتسيبي في الكاميرون، او نقدر نقول كانت الزيارة لباتريس موتسيبي الظاهر ان هو بيشوف الكاميرون قادره ان هي تستضيف امم افريقيا، او الوقوف على جاهزيه الكاميرون لاستضافه امم افريقيا ولا لا. لكن الباطنيه، وكانت محاولات من باتريس موتسيبي لتحقيق رغبه جياني انفانتينو رئيس الفيفا بتاجيل البطوله. جياني انفانتينو اول ما وصل الكاميرون كان في انتظاره صامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني. في البدايه قعد مع او باتريس موتسيبي قعد مع وزير الرياضه، قعد مع سامويل ايتو، وقعد مع رئيس الوزراء في الكاميرون. بعدها كان ليه مقابله مع بول بيا رئيس الكاميرون. الاجتماع مع بول بيا كان تقريبا هو نقطه الفصل او النقطه المحوريه في حسم الموضوع. الرئيس الكاميروني ورئيس الوزراء اكدوا لباتريس موتسيبي جاهزيه الكاميرون النهائيه لاستضافه البطوله. بعدها باتريس موتسيبي اطلع على ملعب اولمبي اللي هيستضيف الافتتاح، واللي كان عليه لغط كتير ان هو مش جاهز، لكن تاكد من جاهزيته. بعد الجوله في ملعب اولمبي باتريس موتسيبي صرح مع الاعلاميين ان الكاميرون جاهزه خلاص، ان هو هيكون موجود في الكاميرون مع اسرته يوم 7 يناير لافتتاح البطوله يوم 9 يناير. فخلاص نقدر نقول ان البطوله اخيرا الجدل اتحسم والبطوله في ميعادها ان شاء الله. طيب ده قرار نهائي ولا ممكن نتفاجأ؟ يعني ده قرار الاتحاد الإفريقي اللي هو صاحب الحفلة، لكن هل الاتحاد الدولي اللي يعني يكاد يكون صاحب اليد العليا في القرارات داخل الاتحاد الإفريقي هيسكت ويمرها ويمررها كده وهو كان بيحارب بشكل واضح لمنع البطولة؟ ما احنا دلوقتي خلاص، يعني احنا شفنا ان اعضاء المكتب التنفيذي اكدوا رفضهم لتاجيل البطوله. فدلوقتي الفيفا لو تدخل تاني هيبقى تدخل واضح في شؤون الكره الافريقيه، فالموضوع هيبقى صعب شويه على جاني انفانتينو. وجاني انفانتينو في نفس الوقت مش عاوز يخسر الاصوات بتاعت ال 54 اتحاد في افريقيا، لسبب انه في شهر يناير اللي جاي هيطرح في الجمعيه العموميه للفيفا فكره كاس العالم كل سنتين اللي هو عاوز يعملها. فلو حصل ما يغضب الاتحادات الافريقيه ممكن افريقيا تسحب موافقتها على تنظيم كاس العالم كل سنتين، فهيسبب مشكله كبيره لرئيس الفيفا، لان احنا دلوقتي ما فيش غير الاتحاد او القاره الوحيده اللي اعلنت موافقتها على تنظيم كاس العالم كل عامين او على فكره انفنتينو هو افريقيا. تمام، ده دعم قوي او 54 ده، لان هيبقى فيها تصويت في 54 اتحاد ب 54 صوت، قوه كبيره لانفانتينو في التصويت بتاع على الفكره. تمام، علشان كده انا ما اتوقعش او شايف ان مفيش حاجه جديده ممكن تحصل البطوله في ميعادها. انفانتينو مش هيحاول يصعد الامور اكتر من كده، هو كان باعت متسيبي علشان يحاول يلاقي حل اخير، لكن خلاص يعني البطوله خلاص في ميعادها والدنيا تمام الحمد لله. هل إيتو كان له دور قوي في الموضوع ده ولا لأ الكاف اللي كان مصمم على إقامة البطولة؟ إيتو يعني لعب دور كبير جدا، لدرجة إن كان في أخبار إن كان في احتجاجات في ملعب أولمبي اللي هو النهارده الاثنين. وكان في كلام كبير إن العمال احتجوا ومش عايزين يعملوا أو مش عايزين يشاركوا في البطولة وكل إضراب حاجة. يعني. كانوا عاملين إضراب، لكن إيتو مفاجئ الجميع وتدخل عدل الامور ودفع من جيبه الخاص المستحقات المتاخره للعمال علشان يمشي الامور، وكل المشاكل تم حلها. صامويل ايتو حتى في الاجتماع بتاع المكتب التنفيذي هو ما حضرش الاجتماع، لكن قبل الاجتماع اجتماع مصغر مع باتريس موتسيبي وجاني انفنتينو وبعض الاعضاء وبعض القاده الكبار في الاتحاد الافريقي والفيفا. وخلال الاجتماع اكد رفضه التام تاجيل البطوله، وقال يعني هو اللي احنا عرفناه انه قال لهم نصا ان احنا جاهزين حتى لو ندفع من جيبنا الخاص لاكمال التجهيزات اللي ناقصه في البطوله. فيعني شايفين ان ايتو صاحب الدور الكبير في تنفيذ او في التاكيد على جاهزيه الكاميرون للبطوله. هل الانديه الاوروبيه ممكن
تمنع لعيبة الأفارقة اللعيب الأفارقة من الانضمام لمنتخباتها بحجة كورونا، ولا الأمر هيكون صعب يا محمد؟ لا احنا دلوقتي كاس امم افريقيا تبع اجندات دوليه مش زي كاس العرب، ف تمام. لو ما فيش نادي يقدر يمنع لاعب ان هو ينضم لمنتخب بلاده. الحاجه الوحيده اللي تمنع النادي ان هو او لاعب ان هو ينضم لمنتخب بلاده لو اللاعب طلع صراحه وقال انا مش عايز اروح مع المنتخب، او بعت فاكس للاتحاد المحلي عنده ان هو مش عايز انضم للمنتخب في كاس امم افريقيا. لكن لو نادي منع لاعب، الاتحاد المحلي او المنتخب له الحق انه يبعت فاكس للفيفا او للكاف دلوقتي حصل ان النادي كذا منع اللاعب بتاعه وعاوز ينضم ليا في امم افريقيا، فبالتالي الفيفا هيمرر الفاكس ده او الشكوى للنادي ويجبره على ترك لاعبه ان هو ينضم لامم افريقيا ما دام في رغبه من اللاعب ان هو ينضم للبطوله. هو على كل لكن حال لا، ما اعتقدش انه هيقدروا يمنعوا الحكايه دي بصراحه يا محمد، لكن اكيد مناوشات شغاله يعني. يعني دايما بالظبط نسمع هجوم، كلوب كان برضو مش عاجبه، وفي مدربين تانيين بيقولوا لا اللعيبه بتاعتنا هتستمر. فالامور كلها يعني في اطار اوروبا والتعامل مع افريقيا بشكل يعني في بعض من المشاكل النفسيه كده. بس احنا برضه هنشوف نروح لنقطة تانية ان برضه اللعيبة هتبقى عندها رغبة ان هي تمثل منتخبها. احنا بنتكلم على محمد صلاح، بنتكلم على رياض محرز، على ساديو ماني، اللعيبة دي كلها عارفة ان امم افريقيا بالنسبة لهم حدث كبير، فكرة ان هو ياخد بطولة قارية كبيرة مع منتخب بلاده هتضاف ليه في تاريخه، هتساعده ان هو في الجوائز الفردية، وفوق كل ده الشعور بالوطنية برضه. فما اعتقدش ان لاعب من اللعيبة الكبار اللي موجودين في البطولة او في المنتخبات ان هو يفضل ناديه على منتخب بلاده. احنا بنتكلم بطولة كاس افريقيا لها ابعاد كتير، يعني ممكن محمد صلاح ان شاء الله لو مصر خدتها ممكن يبقى مرشح بقوه انه يكون افضل لاعب في العالم السنه اللي جايه، او ممكن يكون هو الاقرب انه ياخد البطوله او الجائزه السنه الجايه. في حاجات كتير هيبقى فيها استفاده من البطوله، واتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف البطوله كلها بكامل النجوم. هو في 2017 كان بعض من نجوم الكاميرون رفضوا الانضمام لو تفتكر يعني. كان على رغبتهم، مش كان 5 لعيبه كان على رغبتهم، منهم جويل ماتب المدافع ليفربول الانجليزي. هو بينضم دلوقتي للكاميرون ولا بينضمش؟ ما انضمش، حتى كان في تقارير خرجت ان هو عنده رغبه ان هو ينضم، لكن اللي احنا عرفناه من الاسرار او من الكواليس ان ما كانش في ترحيب من الاتحاد الكاميروني ان هو ينضم في البطوله الحاليه، خصوصا من سامويل ايتو، لان هم ما كانش عاجبهم الموقف بتاعه اللي هو في عندهم 2017 حق طبعا، و2019 لما عندهم رفض ان هو ينضم للمنتخب في البطولتين. صحيح، عندهم حق. محمد دلوقتي القوائم الأولية تم تجهيزها، إمتى الميعاد الأخير لتقديم القائمة النهائية اللي بتضم 28 لاعب؟ يوم 30 ديسمبر ان شاء الله. 30 ديسمبر هيكون هو ده اخر الميعاد. معاد. تمام. هل أنت متصور إن هيبقى في مفاجآت في معظم المنتخبات ولا لأ؟ النجوم موجودة والكل تمام. يعني احنا لحد دلوقتي كلهم بداوا يعلنوا ال 40 لاعب، فما فيش اي مفاجآت. يمكن بس المفاجأة بالنسبة لي ان هو غياب طارق حامد على قائمة منتخب مصر بطريقة غير مبررة، او ما فيش تبرير وتفسير لغياب طارق حامد، لان طبعا عمرها ما تبقى موضوع فني او سبب فني، لان احنا محدش فينا هيختلف عن قيمه طارق حامد، خصوصا ان حتى اللي موجودين في وسط ملعب منتخب مصر مش افضل من طارق حامد، فالموضوع مش يعني رايي ان هو مش خلاف فني خالص لا او سبب فني. فلكن لحد دلوقتي ما شفناش اي مفاجات في قوائم المنتخبات الثانيه. نهائي لحد يعني، دلوقتي هو الجزائر هتيجي بنجومها، السنغال بنجومها، كوت ديفوار بنجومهم، كله تمام. كلهم جايين بنجومهم ما عدا نيجيريا، طبعا هيغيب عنهم فيكتور اوسمن بسبب مهاجم نابولي بسبب اصابته، هيغيب 3 شهور عن البطوله. في شكوك حول مشاركه خليدو كولوبالي المدافع برضو بتاع نابولي مع منتخب السنغال بسبب اصابته، المفروض ان خلال الايام اللي جايه توضح الامور اكتر بسبب او حول احتماليه مشاركته من عدمها. بالنسبة لنيجيريا وباعتبارها موجودة معانا في المجموعة يا محمد، وتغييرها للجهاز الفني، هل أنت شايف إن التغيير ده قد يؤثر على مستواها في البطولة ولا لا التغيير ده هيديهم حافز للتركيز أكتر؟ لا هيأثر طبعا بالسلب. نيجيريا كان معاه جينرو تروهر مدرب من المدربين الكبار في افريقيا، مدرب عنده خبره كبيره،
بقاله كتير، بقاله سنين كتير بيدرب في افريقيا، بقاله سنين مع منتخب نيجيريا، احنا بنتكلم ان هو بيقود منتخب نيجيريا من 2016، فيعني قدر يعمل منتخب قوي، قدر يصعد بالمنتخب لكاس العالم وقدم عروض كويسه 2018، كان منافس بقوه في كاس افريقيا 2019 وصعد سيمي فاينال البطوله. فانا يعني شايف ان الاختيار، حتى التوقيت لاختيار رحيل روهر كارثه كبيره لنيجيريا، والبديل البديل المحلي لو ايجوفين، فانا متوقع ان الموضوع ده ياثر بالسلب ويكون في صالح منتخب مصر ان شاء الله في المجموعات، ونقدر نتصدر وان شاء الله نقع مع نيجيريا في التصفيات ونتأهل ان شاء الله لكاس العالم. فقصدك في المباراه الفصيله نقع معاهم يعني؟ ان شاء الله اتمنى طبعا. هو على كل حال احنا في 2000 تصفيات 2018 كان معانا في المجموعات غانا واوغندا، وما رحنا كاس امم افريقيا كان معانا غانا واوغندا، فممكن تكون مظبوط. اشاره ان احنا هنقع مع نيجيريا يعني. يا ريت والله، يعني اتمنى، خصوصا ان نيجيريا لحد الوقت الحالي في مشاكل كتير وانتقادات حتى من الاعلام هناك والصحافه للاتحاد ولوزاره الرياضه في نيجيريا في توقيت رحيل المدير الفني روهر، فاتمنى والله ان شاء الله ان احنا نتفوق عليهم في كاس افريقيا وفي التصفيات لو واجهناهم. هو طبعا مهم ان انت يا محمد تستطيع انك تفوز عليهم في المباراه الاولى، عشان كمان هو لما تبقى رقم واحد في البطوله في المجموعه هتقابل الثالث في مجموعه مظبوط. اخرى، فيعني هي المجموعه بتاعت مصر يا محمد اللي فيها نيجيريا وغينيا بيساو والسودان، المفروض الترتيب بتاعها اول تاني مثلا هيقابلوا اي مجموعات؟ المجموعه بتاعت الجزائر المفروض، يعني حسب المعلن، المجموعه بتاعت الجزائر الجزائر وكوت وكوتيفوار. ديفوار. بالظبط، المفروض مع الجزائر وكوتيفوار. ربنا يستر، ربنا يستر ان شاء الله نتصدر ونبعد عن اي مشاكل نبعد عن من الاثنين ان شاء الله. بالظبط. شكرا شكرا يا محمد، وان شاء الله تواصل دايما ونكمل اخبارنا معاك.